زي ما اتفقنا، اجمل ما في رمضان هو التنوع، ان انت تقدر تشوف اعمال كتيره جدا، بيبقى في فرصه كمان ان الدراما تسجل لحظات مهمه وطنيه مرت على بلدنا. مسلسل الكتيبه 101 هو العمل الوطني الابرز في رمضان السنه دي، والحقيقه بيتناول بطولات القوات المسلحه في مكافحه الارهاب في سيناء. وطبعا انت عشان تعمل ده لازم تقدر تصمم مشاهد المعارك الحربيه وتصورها بشكل متقن جدا، عشان حضرتك لما تشوفها تبقى حاسس قد ايه هي قريبه جدا للحقيقه. احيانا بيبقى في مشاهد حقيقيه بيحصل دمج من المشاهد اللي بتبقى موجوده، بيبقى في ملاحظات طبعا كتيره وفي افكار كتيره. بصوا الصوره بديعه ازاي وحقيقيه ازاي، لان انت كمان لما تتكلم على قواتنا المسلحه او على كتائب معينه او على مجهود اتبذل وطني، لازم تكون يعني اقرب حقيقي جدا علشان تقدر توصل المجهود الكبير اللي اتعمل والارواح اللي راحت والناس اللي بتقدم للوطن الحقيقه، يعني الروح والدم بتقدم الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. خليني أخد هذه المداخلة مع مدير تصوير مسلسل الكتيبة 101، لأنه مهم. مدير التصوير هنا عينه هي اللي بتخليك تشوف كل حاجة كأنها حقيقة، الأستاذ محمد مختار. مساء الخير. الخير يا فندم. يعني وانا بشوف بعض المشاهد والصور ومشاهد كتيره جدا، مسلسل صعب، وانت بتكلمني وانا شايفه المشاهد على الشاشه، نار وصحراء ودبابات ومدافع ورشاشات، وده غير الابطال بقى اللي هم موجودين. يعني طبعا الروح والاداء وادائهم ورجولتهم والله الحقيقه مشهد صعب. ده بيساعد ويدي الواحد روح ان هو كمان يبدع في التصوير لما بيلاقي الروح دي قدامه، والناس يعني بتبكي قوي وبتعمل، يعني تحسي ان انت بتصوري معركه حقيقيه. فده بيخلي الواحد كمان بيديله طاقه ايجابيه جدا ان هو يبقى بروحه معاهم وبقلبه معاهم، وبيبدا بقى في النهار سواء نهار او ليل. والمعركه الاولانيه دي اللي هي في الحلقه الاولى بتتكلمي عليها دي، اللي فيها حرايق ودبابات وبتاع، دي كانت مقسومه تقريبا على 3 ايام، يعني مش يوم واحد. واضح. بص الصورة بتتكلم عن مجهود كبير، يعني التصوير كمان في الصحراء انت بتتكلم على طقس، على مواعيد شمس علشان التصوير والزوايا، على بتتكلم كمان يعني وانت موجود في الصحراء بتتكلم عن حاجات كتير، طقس ومواعيد وشمس. هو كمان النهار يعني في اول نهار وبدري ولا الظهر ولا الظل باين النهار، ولا النهار مدته قليلة، كنا لسه يعني قبل رمضان، فالنهار يعني كان مدته قليله، فصعب ان انت تصوري مشهد كل يعني المشهد الاولاني في الحلقه الاولى ده يعتبر حوالي 210 شوط. كلمني عن حاله كمان الفنانين، يعني الفنانين اللي هم لابسين، طبعا الفنانين الكتيبه نفسها لابسه زي القوات المسلحه، والارهابيين لابسين الملابس العاديه اللي هم بيطلعوا لابسين بيها، فطبعا برضو لما الفنان بيلبس اللبس وبيبقى قدامك كشخصيه برضو في مسؤوليه، يعني ان انت لازم تبرزه زي ما هو بيمثل القوات المسلحه، بيمثل جيشنا. بالزبط. فلازم يكون بنفس الشهامه والثبات. يعني هو الموضوع برضه ما بيعتمدش على الإضاءة والتصوير بس، طبعا ماسكة السلاح، بما معنا الناس بقى طبعا من القوات المسلحة يعني برضه بيدربوهم ازاي ماسكة السلاح الصح، ازاي المشية الصح، يعني كل الحاجات دي أهم كمان من الإضاءة والتصوير، يعني طبعا أهم من الإضاءة والتصوير، يعني هي دي الحاجات دي. لو الإضاءة حلوة في حاجة غلط أو فيك في الموضوع ده مش هتطلع حلوة. طب السؤال الاخير بس قبل ما نختم، الزوايا اللي مستخدمه، هل في كاميرات خاصه للصحراء، كاميرات في جرافيكس مثلا، في حاجات بتدخل مونتاج؟ في جرافيكس، يعني بنزود نار في حاجات معينه، بنزود دخان في حاجات معينه، يعني بنبقى في يعني حاطين اوريدي نار بس احنا بنزودها في الجرافيكس. الطلقات اللي بتبقى طالعه من الرشاشات دي بتبقى جرافيكس، اغلبها جرافيكس. أكيد دخان زيادة، ضباب زيادة. عموما يعني نتمنى لكم كل التوفيق، والمسلسل فيه مجهود كبير جدا، والصورة بتتكلم أكتر الحقيقة، أحيانا مش محتاجة تعليق، ولكن المجهود يعني تشكروا عليه ونحييكم عليه، ده إبداع الدراما المصرية. بشكرك جدا مدير تصوير مسلسل الكتيبة 101 الأستاذ محمد مختار.